شوف تكتيك هذا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم كيف حالكم طيبين؟ وجيناكم اليوم بمقطع جميل وتحدي أجمل وفي واحد قاطعنا فترة طويلة. يلا حيهم بابل. اليوم صراحة التحدي جميل جدا، وأيضا اليوم ودي أسوي شيء من جينا البيت اليوتيوب ودي أسوي، لكن ما جتني الفرصة والصراحة هو خطير وصعب شوي، ما أدري بقدر أسويه ولا ما أقدر أسويه. لا تقدر. فاليوم إن شاء الله. لحظة وش تقول يقدر؟ يقدر أنا متأكد واثق فيه. الله يسلمك إن شاء الله. ارجع ارجع شوي ارجع شوي ارجع شوي ارجع شوي شوي عشان المتابعين يشوفون وعبد الله يشوف وش اللي أبغى أسويه والشباب أيضا. اللي أبغى أسويه هو إني أنقز من هنا إلى المسبح. واو. لا. سهلة؟ ايه مالك سهلة. تأكد؟ شفت ترى من هنا ليه المسبح؟ تأكد؟ انا ما اقدر. ها؟ تأكد؟ والله ماني متأكد بس ودي اسويها صراحة. من جينا وانا ودي اسويها. بركض ولا بدون ركض؟ باللي نقدر عليه. حدا. حدا. حسه صعبة. طبعا انا جاي معي اسفنجة الاحتياطات نحط يعني اسفنجة هنا. بوم زي في البلاط عشان اذا على اساس انك بتوصل وصلت للبلاط قبل لا توصل عشان ان شاء الله قلت يعني اجراءات وقائية. يعني مالك عذر. ان شاء الله ان شاء الله. انا قلت ان شاء الله. ما شاء الله. طيب خلنا نبدا بالتحدي نسخن عليه ثم ان شاء الله نرجع لهذا. يلا يلا. كل عام يعديك زاد فيني يقين ان موت بدايه صادقه للحياه. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. ترى التحدي ضحك ويبغاله تناغم يصير الفريق يعرف ايش يسوون وكذا ويخططون مع بعض. حلو. يمكن الواحد ينكب الثاني. فريقين ها؟ فريقين ايه. بسوي القرعه بعد شوي. التحدي هو انه يصير في فريق مكون من شخصين، واحد يمسك الحديد واحد يمسك خويه او بالطريق اللي هم يبغونها ويحطون الكوره جوا الشبك. طبعا ما يصلح يرمونها، لازم اذا هو واقف يده ماخذ شيء يتركونه تدخل. حلو. يقدرون ينزلون يقدرون يرتفعون بكيف. في حال ان الكوره طلعت برا يخسرون، في حال ان طاحوا هم نفسهم يخسرون. اذا طاحوا خلاص. في محاولات ولا طيح؟ اي في محاولات اللي تجي عليهم مع بعض. ها تمام. انا وسيم وسلمان عبد الله. طيب يلا نبدا المرحله الاولى. خلينا نبدا لهم اول قرعه قرعه. بسم الله. يلا لا خلاص نبدا احنا. يلا اوكي يلا يلا الان بدات. اس لا تمام. ما بدت الان بدات المرحله الاولى الجوله الاولى. خلاص جبتوهم الجوله الاولى ما يحتاج جوله ثانيه. ما يحتاج. يلا بسم الله. ما تدري احنا قايلين تمسكها وتتركها ساعه دا عشان لا تخسرون. يا خلي ساعه كافي. ليه ما فكرت تسوي كذا؟ مرحلتنا وجولاتنا. شوف التناغم كيف بيني وبين وسيم. شوف كيف التناغم. شوف كيف التناغم. الله. لا لا سوى كذا والله. والله سوى كذا بالله. عيد اللقطة. خلاص خلاص خلاص. اوكي خلاص اوكي. اول جولة يا اخي عادي. سمان سمان سواها. يلا الله ساعدتك. يلا 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 عبود جو. يا ما لها داعي في الجولة الثانية خسرانين. يلا المرحلة الثانية. اوف اوف اوف. حلو. ولا شيء ولا شيء. عط المرحلة الثالثة. يلا الحين سلمان اتوقع. يلا يلا عبد الله عندي. صح عندي عندي. يلا امسك امسك. يلا ها. لا 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 كذا طيحتك. قويك شوف قويك شوف قويك. الله عاد مشكلة. لكم كورة. يلا يا عيال ترى تونا مرحلة ثالثة. يا عيال تونا في الثالثة. تونا ما سخنا. حلو. سلام. والله والله والله. ولا شيء. المرحلة اللي بعدها. اسحب اسحب اسحب. لسه ابعد ما عليك. والجولة هذه صارت الحين ابعد. شكلها صعب عليكم. يلا صعب. يلا ها سلمان. عبد الله يا حرام عليك والله. طاحت الكورة. يقول امشي طاحت الكورة. يقول يا عيال حرام عليكم. والله كيف حرام عليكم. والله طيحت سلو موشن. قال
لا المشكله تبي ايش يقول؟ يقول السبب عبد الله، يقول عبد الله اللي مو ماسكه كويس. خذ له يا الحين صار في مويه، والله صار في مويه تزلق. مالك مالك احنا نقدر خلنا نسمح لهم. احنا سلمان الحين يساعد يساعده، بس سلمان سلمان الحين دور عبد الله. عبد الله يلا بديتوا شوف روح روح يلا صابك اصبر اصبر يلا 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 والله ما عليك يلا. لا 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 ايه لا جد 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 من بعيد. لا جد جد من بعيد ما 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 صح والله. هم حطوا مويه هنا وربص الدنيا. روح روح ان شاء الله وسيم يظبط امورك. ها شوف اسمع اسمع شوف وسيم انت شد وانا اللي انا بصير تتحكم. ايه زلقت اوه كذا 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 تتحكم. لما خلي كذا خلي كذا اسمع اسمع خلي ماسك ايوه كذا والله ما راح توصل وضعك تمام ان شاء الله. بس ما راح توصل. لا ان شاء الله بوصل معك. ذكاء ولا ولا شيء. يلا 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 شباب يلا شباب شد حيلكم. فيزياء يلا فيزياء يلا تعلم من ولد عمك ماسك يا ورا دار ماسك كذا ماسك كذا سلمان ريح. لا تندلك خليك فوق خليه يفكرون. ايه وين شوف شوف مالك عادي 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 والله ذكاء والله ذكاء. دقيقه دقيقه بس هل تنجح الخطه؟ شوف تكتيك هذا مالك. روح دليله روح روح والله روح. ما بنجد ما اقدر عشان كذا سلمان طويل خله هو ذكاء. شوف شوف يا سلام لا لا جد 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 كذا دبيت رميها رمي. لا لا رميها رمي والله ذكاء. شوف كيف تخطيط مثبتين. يلا جو جو ان شاء الله ان شاء الله يبدينا. يلا ان شاء الله راح تصير بتزلق سلمان. راح راح والله راح بتزلق رجل سلمان بيطيح وياه. والله خطة كويسة تكتيك حلو مرة. وسيم ايش رايك رحت في ملك ما جربته بعد؟ لا رحت لا لا في ملك انت ما جربته. والله بطيح والله صدق. ليه؟ انت لا لا جرب نفس الشيء. ها؟ تبغى نطيح انا؟ لا والله لا عشان بمسكك كويس. القوة عندي والذكاء عندك. اقنعك؟ يلعب علي يلعب علي بالكلام ان شاء الله. لا بسم الله بسم الله. لا لا سلمان 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 لا لا يا اخي بتطيح بدون شيء. يلا انت تزلق كيف يدك ماسكه ان شاء الله تزلق انت. ايوه سلام ذكاء ذكاء سلام سلام وسيم جاي لك قوه عقل والله سلام. في التحدي حنا فزنا واختمناها الحمد لله، لكن هذه للمتعه. نبغى تحدي للمتعه ما نبغى. شوف منسحب ما له دخل. هذا تحدي للمتعة. تدخل للمتعة تحدي متعة. هذا المتعة. إيه يلا بيدخل تحدي المتعة. يلا المرحلة الأخيرة والمرحلة الحاسمة والمرحلة المشع علينا. يا سلام طبعا احنا فزنا بس هذه للمتعة. إذا فازوا والله العظيم أنا أعتبرهم فايزين في التحدي. إذا فازوا أعتبرهم فايزين في التحدي. راح أنت بهلواني ما عليك روح. بهلواني بس يبيني واحد قوي. أنت قوي. إيه ما عليك. اسمال اسمال لا مش رماها بعد رماها يعني ليش دخلها ما نجحوا والله ما نجحوا والله. يلا ها وسيم معنا كورة واحدة بس. ما كورة واحدة تجربتنا الأخيرة والله يستر الله يستر. بسم الله زيادة وسيم زيادة. لا خلق كيف الذكاء؟ إيه 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 صح الطبة الطبة ما نسيناها. أي طبة إيه لا لا سهلة نقزة من هنا. يلا إن شاء الله التحدي كان جميل ولطيف وخفيف عليكم. صور قاعد تصور؟ أن الواحد سبحان الله يدري عن قدراته لكن بعض الأيام يتخوف. إذا كنت أنت مؤمن إنك أنت تقدر لكن بس الفارق بينك وبين الخطوة هذه هو الخوف اجزم.
لكن اذا كنت تظن انك ما تقدر فهنا لا، انا اقول لك لازم تعرف. الكل مستعد؟ الكل مستعد؟ وبكذا وصلنا نهاية فيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك اذا عجبكم الفيديو، ولا تنسون ايضا الاشتراك عشان تشوفون الجديد، ويعطيكم العافية يا شباب، ولا تنسون الصلاة على النبي، وان شاء الله ابو عابد بيوعدنا الايام الجاية. جينا جينا جينا. ايش فيكم؟ مع السلامة. مع السلامة.